أفاد مراسلنا باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بسريعة دهسه جنديين إسرائيليين قرب بلدة حلحول شمالية مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن عدة سيارات إسعاف إسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث وسارعت إلى معالجة الجنديين، بينما منع جنود الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب لمعالجة المصاب الفلسطيني تاركين إياه ينزف حتى الموت.